الفنانة هبة منورانا. أهلا بيكي، كلمينا النهاردة سبب حضورك لبنات عبد الرحمن. الحقيقة إن أنا متحمسة جدا أتفرج على الفيلم من وقت شفت البرومو بتاعه، ما كان ليش حظ أحضره في المهرجان لما كان بيتعرض، فالنهاردة أكيد ما ترددتش أجي أتفرج. صبا مبارك عاملة شخصية واضح إنها مميزة، واضح إن هي مرتاحة وهي بتعمل الفيلم، شخصية مش زي ما تعودنا نشوف صبا، هي دايما جميلة وأمورة، بس واضح من الشخصية والخمار والتخن الزيادة في الوزن شوية إنه في موضوع. كمان حكاية الأربع إخوات اللي كل واحدة فيهم هم إخوات، بس كل واحدة تحس إنها من عالم مختلف غير التانية، واضح إنه في حاجة جوه الفيلم، أحداث بتحصل كده سسبنس شوية، مخلياني متحمسة إن أنا أتفرج. الحقيقة كمان فيلم أردني بيتعرض في السينمات المصرية على الجمهور المصري، دي حاجة تخلينا نرحب بيهم ونحتفي بيهم. يعني هبة، لو تعرض عليكي دور ان انت تتخني كده، هتوافقي ولا تخافي على لا هوافق. بعرف اخس تاني، فممكن اعمل كده، مش هخاف طبعا. لو وزن زياده قوي ممكن الواحد يبقى بيعملها بحسابات، بس اعتقد ان انا هوافق.